كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه المتوفى سنة 771 للهجرة وصلنا إلى مسألة جائز الترك ليس بواجب جائز الترك ليس بواجب ما معنى هذا الكلام؟ معناه كل ما يجوز تركه ليس واجبا لأن الواجب يجب على المكلف أن يأتي به يعني ميلان يسد الوجوب الأمر للوجوب إذا جاء الأمر للوجوب ربي سبحانه فكد أمر إنك لقد تخدم حاجة أهل ترى ذي ننسى الخيار مثلا بدين ربي في سورة البقرة الآية 110 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا أمر إنك طبعا يخاطب المكلفين ظلث أمر لقد ظل معناها لا تبرؤ الذمة إلا بأداء الواجب الأمر الواجب نفتح قوس خفيف جدا وسنعود إليه في الوقت المناسب بالتفصيل أن الأمر صحيح يفيد الوجوب كما قلنا وأقيم الصلاة كما في سورة البقرة الآية 110 ولكن أحيانا لا يفيد الوجوب إلا وأن دام شيء الواجب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يدينا يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك حديث صحيح خرجه الإمام البخاري رقم الحديث 5376 النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف قاسي ثمزي مسيني يا غلام اي خاطر ملي يونسي ثمزي ولف الاخلاق كي الادب كي اسنتي ولف اما اسنتي ولف راسي ثمزي لكن دا غمر يمغور طبعا هذا الحديث له ابعاد تربويه مهمه وخطيره في الوقت نفسه يا غلام سمي الله ديني فاد مقبل في المكان ديني بسم الله بسم الله معناها الخير كي يجري فاسنيك ضرب بك ديفكان ماشي فافاك نغض يماك نغض تزمرتي ضربي وحتى زري عني ودي وضرب غرشي المي ثلاثة معنى ربي سبحانه يفكيس الجهدي وفلاح يزرع زريعة يخير زيت من بعد ربي يفكى الأمر يجنوان فكان دي الهوى سرح دي الهوى من بعد ربي يفكى الأمر القاع السمغيد من بعد ربي سخر فلاح يفكيس تزمرت يروح على الخلا يمهر ام بعد السروث ام بعد الززدي ام بعد المي دبض ثلقيم في بغرو مني صافي دبض ثلقيم بغرو ما المي شحال ولي كان شحال كل شيء سل قدرة ربي وصلا مريض إذن ربي سبحانه إلى قثني السين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتربي سيث مزي أسيقار يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك الدواء كان كل وكل مما يليك نقف عنده تشزداتك معناه تش لحقيك قنطيطك تشزداتك ولكن من قمر ثفاقيث ثفاقيث اسميت ثفاقيث ورا كل يوم صوف صيص ثفاقيث امشي كشبح كل يوم ذي تشزدات
إما إلا يون أثان ذا يسدي بلاصي يروح أرذيهن أرذيهن ما ينفعش. طيب هذا أمر وكل مما يليك، هل هذا الأمر يفيد الوجوب؟ الندب، هذا صافي ممكن الأمر يفيد الندب. ممكن مثلا في ربي مدينة واستشهدوا شاهدين من رجالكم، تجي في سورة البقرة أكبر آية في القرآن آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، تجي لي ثم قرآن الآية 282 من سورة البقرة تحتل صفحة كاملة 282 الآية. ربي مدينة واستشهدوا شاهدين من رجالكم، هل الأمر هنا أمره واستشهدوا هل يفيد الوجوب؟ لا يفيد الوجوب، يفيد الإرشاد فقط. معناتها زمن الغشية ذاغنا الزنزن بلا الشهود، ماشي الناس الشهود ماشي أوبليجي أتساغذ الزنزوض بلا الشهود، كشم الغشية السواق تساغن زنزون بلا صافي، رغم أنه أمر ممكن ده غادي يس الإباحة كل من الطيبات كما في سورة المؤمنون الآية رقم 50، ممكن ديس للتهديد اعملوا ما شئتم كما في سورة فصلت، ربي سبحانه مدينا اعملوا ما شئتم الآية 40 من سورة فصلت، ممكن ديس للإكرام إن شاء الله غي جعل ربي سيدي مولانا الجنث مدينة ربي ادخلوها بسلام آمينين، يعني سورة الحجر 46 إكرام ليس كذلك. ممكن يعني يطاس يعني قلنا ممكن يصل التعجيز، التعجيز ربي سبحانه تحدى العرب هم عمالقة البيان فرسان البلاغة، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولكن تحدي متدرج درجة من درجة التحدي مثلا قل فأتوا بصورة ذكية للتعجيز، يعني الأمر يفيد التعجيز. ممكن الأمر يفيد التكوين كما في صورة العمران الآية 47 كن فيكون، كن أمر فيكون الآية 47، أيضا في سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، أمر كن فيكون، إذن الأمر هنا يفيد التكوين. ممكن يكون للدعاء مثلا حنا كي ندعو ربي سبحانه كما في سورة الأعراف ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، افتح هذا أمر، هل يفيد الوجوب؟ لا، يفيد الدعاء أليس كذلك؟ سورة الأعراف الآية 89 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، إذن في غامض المعنى المعلومة في قد نوال غرصنت إن شاء الله باش ننظر ماشي دائما الأمر الوجوب دايا كان واضح. إذن نبقى مع الأصول، نعود إلى جمع الجوامع. مسألة جائز الترك ليس بواجب، بمعنى كل ما يجوز تركه فليس واجبا، يعني تظلث هل ترى يجوز تركها؟ لا يمكن، لا يمكن، ولكن ذكرت أمور هكذا يجوز تركها، هذه ليست واجبة. إذن أعطيت لكم هذه الإشارة وهذا القوس المفتوح باش نفهموا أن الأمر دائما ليس لا يفيد الوجوب. من جهة أخرى أن ما ورد على سبيل الوجوب على وجه الوجوب فلا يجوز تركه، لا يجوز تركه. مسألة جائز الترك ليس بواجب، وقال أكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، ذكي أربي مدينة فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذا كان المفروض يعني المريض هو أي كل مكلف شهد الشهر لازم يصوم هكذا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لو كان أديس رمضان أدي فيه ونيموث يتحسب على ربي خطر يموث، نتفضي يوزان 20 يوم
من بعد يموت وسي تحاسب ربي فقور في حسب 20 يوم اللي كان إلا مريض فرفع عنه ربي سبحانه خفف عنه خطر الآية 185 من سورة البقرة في نهايتها ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن إخواني الكرام من اللي شهد ولهذا المريض لو كان 20 يوم مريض من بعد ما أخي شهر مريض عنده عذر من بعد يكفر رمضان سلعيه يموت وقي لا يحاسب أي غر خطر لو كان يسعى أيام أخرى كما ورد في القرآن يعاش مثل صحيس تزمرثيس ولكن لم يبادر إلى قضاء ما عليه تبرئة لذمته يفرط مماطل مسوي فسقر هكذا رقافل يموت ذكي ربث يحاسب أي غر خطر يفكيس تزمرث يمي قهلك مي قوضن ربث يحسبالا يسعى التخفيف يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا سورة النساء 28 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 185 الآية سورة البقرة وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج 78 ربي سبحانه لطيف بنا ولكن بعد ما يليوني ثغاسة زمرثيس إلى قد يظلم إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب إكس ثزمرث داين ربو غيس حسبها ولكن لشو ديننا هؤلاء كلهم مخاطب هؤلاء جاز لهم أن يفطروا خطر الحائض المرأة الحائض المريض والمسافر جاز لهم يجوز لهم من باب التخفيف ورفع الحرج ولكن هم مخاطبون بالقضاء عند زوال المانع أليس كذلك؟ يروح المانع ذاين يعني الحيض مانع ولكن الطهر خلاص ذاين يرجع الحكم يرجع أصل الحكم بمعنى ثمتث مثل لاس الحيض تصوزم أرى ميجوست مثل الطهر تصوزم ها تسد الطهر خلاص المريض مثل غاسة الزمرث ماشي ما يهلك أسم زور رمضان وري يتشاف من بعد السينس كم الغال ما خاطي ثغال استزمر ثلاق هذا يغال غل أصل معنى هذا يظن وكذلك المسافر ما الذي يزيل العذر الرجوع من السفر بارك الله في انتهاء السفر بمعنى الإقامة حينما يصبح مقيما خلاص يعني تجري عليه الأحكام ذاين يغال مقيم يكفى الصفر يغالد ثمورثيس يغالد سخاميس ذاين ولكن هم مخاطبون إذن بالقضاء بعد زوال العذر أو بعد زوال المانع وقيل المسافر دونهما شوف الدقة في علم الأصول علاه لأن الحائض المنع نتاع الحائض شرعا ولكن المنع نتاع المريض حسا شوف الدقة ثم تصل لنس العادة سالحيض زمرة تصوم أليس كذلك؟ في زمرة تصوم ولكن ممنوع عليها الصوم شرعا صومها حرام فقط تصوم رغم قدرتها على الصيام تزمرت تزوم تزوم ولا قرت تزوم منعها الشرع ولكن المريض لا المريض صحيح هو منع شرعي ولكن لعجز لعدم قدرة وريز مرارا مريض ليس على المريض حرج ولكن وقيل المسافر دونهما بل ما شبه التفاصيل لأنه المسائل هذه دقيقة كما قلت لكم سادتي علم الأصول دقيق جدا عميق جدا يحتاج إلى تركيز جدا وكذلك يقوي الملكة ملكة التمييز يعني معناتها سمحتي
أتوالي تسوالي مليح فراوني تسوالي ساعة دي سور ديس هذه تسوالي دي سور ديس إوين مو يخص يخص يزري لقص الوظر وإذا الوظر ضام خلف أنت على حسب أليس كذلك نمثي مسالي هذه كلها يعني هذه المسائل سنحتاج إليها في المجالس القادمة رغم أنها يغلب عليها الجانب النظري ولكن نحتاج إليها فبالتالي ما لا يدرك كله لا يترك جله وقال الإمام كي قل الإمام خطر إسعى المصطلح الرمزية مدين الإمام يقصد به الإمام الرازي فخر الدين الرازي قلنا متى توفي فخر الدين الرازي صحته 606 ومات شكون اللي مات في 505 الغزالي وشكون اللي مات 403 دين هذا كل فواتور في قديمي 400 وقف دي النار وقال الامام الباقلاني دين الغرس ان شاء الله بعد وما نشوفوا قد يعني انت نشوف ده ها وقال الامام يقصد به الامام فخر الدين الرازي عنده كتاب مهم في علم الاصول اسمه المحصول في علم الاصول إند عليه أحد الشهرين معناتها الحاضر أو الذي يليه الذي يليه يعني يتوالى سكوكور يسوى سكوكور وثاني بالنسبة للمسافر وقيل المسافر دونهما دونهما فعلا يعني دون الحائض ودون المريض خطر بيني وبينكم المرأة الحائض ممنوعة شرعا باش تصوم المريض ريزميرا ولا ما خميسي قلا المسافر المسافر لازم يوصل لذلك الناس ساقي كان اللي يسافروا كان اللي يسافروا كان اللي يفطر وكان ما يفطرش تلقى طياره واحده رايحين العمره رايحين العمره في رمضان تلقى كاين اللي صايم له الحق قادر شنو يمشي عقله عادي مازال كان ديال الجزائر ديالنا ورعت ولي شمطو سميت لافيون ولا طائره كليماتيزي ما يقول لك عندها تعب عاد صغارك وبالك مازال الساعة دي الدن الشيخ ميز ما تفض وايض النظم أذي فطر وله الحق ولا إنكار طبعا لما على بيش بهذه الحقيقة يقول يا عجبا زيك اسمي تسفارن سفلي الغمان إيه طيج وكذا ذي الصح إيه لقد فطرني ثورة يونا درس طوموبيليس كليماتيزين غادي الطيارة هذي فطر هادي أين لاند الشرع يثم سند الشرع والسلام عليكم أين لاند الشرع هذا الشرع إيه عقولنا وقلوبنا وصدورنا تتسع لأحكام الشريعة ما كان فيه يعني قطعيا قطعي وما كان ظنيا قابلا لتعدد وجهات النظر وما يسمى بما كان مسألة خلافية فلا إنكار في مسائل الخلاف إكفى ووال إكفى ووال دايم شوف ذا علم الأصول ذا غيعيون مي مثل مسألة تاقي باش نخدم الحدود واللي بغى يقرأ كتاب عميق جدا يخلي الخلايا المخ نتاع كاع تخدم الحدود نتاع ابن عرفة كاع ما تبقى حتى خلية ما تخدمش المخيك هذا يغال بركان داخل مي ما ثغرت تفهمت مبروك عليك تفهم التعريفات وتفهم الحدود وتفهم إلى آخره لذلك بعد نبقى جهودنا بعد لا تصرف إلا فيما يجدي نفعا أمو فلاح أتيزرع عند ثمغي أتيزرع عند ثمغي أتيزرع خرزيت أتمغي سلادنا ربي سبحانه ولكن لا نبدد الطاقات ولا نضيع الأوقات ولا نفرق الجماعات بسبب هذه المسائل البسيطة جدا النظر فيها علميا بمقاييس العلم وبموازين العلم يعطينا الحلول نرتاح كاع أن نرتاحك ونفرحك ونميعقلك ذو ثمثن يلا نروح لشغل ويض وبعدين وقال الإمام يقصد الإمام فخر الدين الرازي صاحب المحصول عليه أحد الشهرين إما الحاضر إما الذي يليه أي شهر آخر مدى من شهر رمضان لعذر فإذا زال العذر زال المانع خلاص لا تبرؤ ذمته إلا بأداء ما عليه من واجب وبعدين إنش والخلف لفظي وفي كون المندوب مأمورا به خلاف المندوب لكل زراء المندوب ما هو
المندوب شرح لنا المرة اللي فات ما طلب منا ولكن ماشي على وجه الوجوب غير جازم، طلب غير جازم، بارك الله فيك. ما أنت وين تخدمن؟ الساعة تواف ساعة لاجر مو تخدم راه ويساعة دنوف هذا ما كان فريو دين يغلوظو القفلة إلها هما يو القفلة اللوظان درنا غنى عادي هذا ما كان صافي ما إلا المطلوبة المندوبة كي يخدم في ساعة كان لاجر هذا ما كان وثي خذيمة راه وليس عارة دنوف. ولكن تجي مسألة أيضا بين العلماء ذا سقرشنت وفي كون المندوب مأمورا به خلاف هي مسألة خلافية. كاين اللي قال لك المندوب مأمور به مأمور به وكاين اللي قال لك لا المندوب ليس مأمورا به وقال لك والأصح ليس مكلفا به. ابن السبكي أشو ديننا لماذا؟ لأن التكليف ليس فيه خيار دقي يعني الأمر الذي ورد ليس فيه إلزام ورد أمر ولكن ما هوش على سبيل الإلزام. وكذا المباح أيضا المباح ليس ملزما ليس ملزما أين إلى المباح مباح وذكرنا قبل حين بعض الأمثلة كي ذكرنا على الأمر. ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه. ما فيه كلفة يعني فيه فعل أو ترك ما فيه كلفة لا طلبه والطلب يدخل فيه الندب إلا ما طلبه الشارع على وجه الندب هو طلب ولكن هو طلب غير جازم ماهوش لازم خلافا للقاضي. إذا قال كلمة الإمام يقصد به فخر الدين الرازي ولكن ما إلا إناد القاضي يقصد أبو بكر الباقلاني سيدي ريزيمي مختصرات ودي قرار عنوى ملقى ثنيسين الحلقة هذه من مقاصدها إناد خلافا للقاضي أنو يقصد القاضي إسكو يقصد القاضي عبد الوهاب البغدادي صاحب المعونة ولا يقصد القاضي شوري احنا نوى القاضي لا يقصد أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 403 كالسونتروا أرنوثت كالسونتروا الهجرة وعنده كتب مهمة جدا عنده كتاب التبصرة عنده كتاب التمهيد ماشي التمهيد انت ابن عبد البراء التمهيد في علم الأصول. والأصح أن طبعا كي يقول خلافا القاضي معناه هنا رأي أبي بكر الباقلاني مخالف لهذا معناه بيقول هو أن المندوب أو المباح هو أيضا فيه طلب. والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب. بعدين ابن السبكي يجزم يتناد والأصح يعني خطر هناك من قال أن المباح يفيد الوجوب معتزلة ماشي كامل معتزلة يونس مثلا سي العلماء سي الكعبي الكعبي يقين يك يفيد الوجوب مباح فيه أمر إذا جاء الأمر بمباح يدخل في دائرة الوجوب. طيب ولكن كني ممكن عند أهل السنة ممكن المباح مثل الأكل والشرب ربي يدي وكلوا وشربوا هل لازم نشانسوا؟ هذا مباح حكمه حكم الإباحة هو مباح ولكن المباح إذا تركناه وأدى إلى مفسدة أو ضرر ذاكين بعد ذمتنا تكون مشغولة أي غر أخطر أنسوى من أنش القث وقيذ المباح ولكن ما يليون يحبسك ورثتارك ورثتار يخدم قرار الضراب عن الطعام دائم أن بعد تركه للمباح على وجه الإطالة يعني يطيل قد يؤدي إلى مفسدة ومضرة
ربي قال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بارك الله، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وين جاي هذا الآية؟ في سورة النساء الآية 29 السطر الثالث، صحيح السطر الثالث الآية 29. معنى مدينة ربي الآية 28 يريد الله بأن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعفا. بعدين الآية 29 التي تليها يند لا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يبغض حديث كثيرة في دفع الضرر، إما ابتداء أو انتهاء على وجه المقابلة، كقوله مثلا لا ضرر ولا ضرار. بالمناسبة هذا الحديث خرجه الإمام مالك في موطئه رقم الحديث 31 في كتاب الأقضية، والحديث نفسه أيضا خرجه الإمام أحمد في مسنده في كتاب المظالم والغصب، ورقم الحديث 6845. إذن لا ضرر ولا ضرار، صافي. ولكن المعتزلة، سمحت يطول غرض المدنس، لكن المعتزلة يذكرهم كثيرا، ابن سبكي أسطول غرضيس كان كتك في الإشارة خلاص. إن والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، فالمباح ليس من جنس الواجب. لماذا؟ لأن المباح يفيد التخيير مش كما الواجب. الواجب لا يفيد التخيير، واستقرار ربي نزلت زلت ودينار زلت ما تفغام خاطئنا زلت ما نطف الأمر نزلت كل الأمر الماكلة مش يجي في درجة. وأنه بعد شو يكمل صاحب جمع الجوامع، يعني شو أنه غير مأمور به، يعني هذا المباح غير مأمور به من حيث هو، والخلف لفظي. وبعدين وأن الإباحة حكم شرعي، المباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لا يثاب على الفعل ولا يعاقب على الترك، ذوقي تعريف المباح. ذهل مدينة وأن الإباحة حكم شرعي، وطبعا هذا الأمر تأكيد لما ذكرنا فيما سبق، يخذ ذكرنا نهضرت في الواجب، نهضرت في المباح، نهضرت في المندوب، المكروه، الحرام إلى آخره، وأن الإباحة حكم شرعي، وأن الوجوب إذا نسخ. بعدين في كيغد إشارة مهمة ما يسمى بنسخ الواجب. أحيانا يأتي الأمر الذي يفيد الوجوب، وإذا نسخ الواجب، إذا نسخ الواجب أن دري يغال، ما هي مرتبته؟ إلى ما كان قبله، شكرا، إلى حالته الأولى، بارك الله فيك. معناه يفيد الجواز. الوجوب إذا نسخ، إذا نسخ الواجب يرجع للجواز. ورد اسمه تنس الحديث، حديث الدافة، من يذكره؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في العيث، في العيثام قران، تكون عونا شو العيثام قران، تمارزلون العيوثات وكذا. أي غرس يمر النبي صلى الله عليه وسلم تجلى لك ثم فوق ثلاثة أيام. هناك مجاعة، هناك مجاعة. شوف بقول كان البعد الاجتماعي الإنساني للسنة المطهرة، معنى نزل عيوثات فرض نكون أقلها في المدينة في الزمن في عليه الصلاة والسلام، أثنعيش على الأقل فيرتوية لنعشك. من بعد بها الصلاة والسلام إنك من زلم العيوثات ماكسيموم ثلاث أيام، ولا قلت دي تف ثلاث أيام، ولا قلت دي فوس ثلاثة، أي غار لا لاز باش الخير نيث نتسجر فكثيك اللي لني مغفان وكذا. أيوة، ولكن بعد ذلك هل يجوز؟ نكوي ثوراش نخدم التفضيل من زلم العيد، من بعد دي فرشوطة أي غرس تخنض الملح إيش بربي سمني ملاحا دغلا بس به يعني ثوانا صافي. إذن وهل ترى إذا كان عن تلقنا
أنقد ذاك ونخدم يسمي ساكل لا لا وذي يخدم وذي يخدم أنا وذي يتشاك وذي يفكاك وثلث ثلث كما في الأثر نتاع ابن عباس والسلام عليكم صافي ولي كان في اليسر وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز يغلق الجواز هذا كلام ابن السبكي بعدين يشرح إنك أي عدم الحرج أي عدم الحرج معناته والحرج مرفوع والشرع الأحكام الشريعة ترفع عن الحرج أين غيك الفربصة في نزمراس أين غيك نزمراس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية 286 من سورة البقرة آخر آية وبعدين أي عدم الحرج وقيل معنى الإباحة يرجع للإباحة وقيل الاستحباب ولكن الرأي يعني يفضل إنسان يرجح إنسان الجواز يعود إلى أصل الجواز بعد الآن انتقل إلى مسألة أخرى مهمة جدا وهي مسألة اسمها الواجب المخير يا أخي كاين الواجب المعين الواجب المعين معين لا يمكن أن تبرأ الذمة إلا بأدائه ولكن كاين واجب آخر مخير الكفارات مثلا كفارات اليمين مثلا وكي واجب مخير ماشي واجب معين معنتها يون ما يقول يحنث ما يقول يحنث ذي نث وجب لست كفار من ما يخنث كفار قبل ذي يحنث من بعد ذي يحنث خطرتي كوالي صرب ذي يحنث مثلا يون يقول إن ياس والروح غاد غفر غعمي ذي العيداج يقولها يقول تاع الصح أن بعد يرس ديمانيس سينوا أو ذي حنث غسور ما زاد يبض العيدة باش يثي غفر إسكولا قد يسوف غفر أقفل أذي يحنث نغ ألم يحنث يجوز ثقي يجوز ثقي ولكن الأفضل بعد الحنث خطر بعد حصول السبب بعد حصول السبب قال كان وين سيدي راسي بلا ثقي يجوز ثقي يجوز ولكن ما يفغى الله يبارك هذه قوي العزيمة ينس خطر الزمر قبل العيدة ذي ندمة ياسين السيثورة كان أرى السفر ثكفارث أديني غم بعد شوية مكي ثكفارث ثكفارث أجي أي غر باش يعني أذي الزميمانيس بلاس العيد أثي غفر ثلها سيثماجي ثلها صح ولكن الأفضل وستو خدمار ثكفارث لما يحنث خطر يغار الحنث ثني هو سبب الكفارة خطر قد يموت قبل العيد قد يموت قبل العيد ولكن مع ذلك يعني فيه نقاش على بركة العلماء سيم الدقيقة نش من ذا أمين تقليب فمان تقليب يفامان في عشر مترات يتكمي لسيقار بركة في العيون وياض يتكمي لعشرين في الدوض يتعد سبيل العثاب ولكن أنا وفر في العقول النغ أنحوج اللغ نغن بعد طر مازال من الشمذي ثمسال نظن أن حوج المخنث نستخدم مليح ولكن كان كاد نغادر ثمسالك طيب ثريوني يحنث يلا يا أخي ناد واجب المخير فظلي ثري واجب معين ولا شو رأي ظنكم كان وايض أخي نقلنك العيشة في الفغط الصغ ظلي العيشة لعني فيك مولي شو غليف ظلي تقوم كان وخاطئ ولا شو رأي ظنكم كان وايض فرضو عين ولكن إلى الواجب المخير يون يقول يحنث إلا أنت رفع الخصال يقول أنت رفع الخصلات ثلاثة على التخيير ذا شو ثنت إطعام عشرة مساكين وين يحنثن أمشي رايخ لسوفة كفارثيس أذي الشش عشرة يهليلن عشرة إذا ذكر العدد في الكتاب أو في السنة في مجال الأحكام تشريع الأحكام فهو معتبر من درب السين ستين ما يلي لقد السين يقولون ستين ماشي 59 إذا قشت سين زيادة معلش زيادة معلش نقصان خاطئ 59 لا
ما يند ربي أتسجد عشرية ليلا عشرية ليلا ما تتسجد يون عشر أيام خطر زما يدو سنظر واح ذين في قاروري عشر أيام أتسجد الصوض ميك فانت عشر أيام يتفضل كيف تكفر ها شين في كاسني عشرة يرسن هذا برنق خطر إذا ما تفكضي وين وتستري من بانسا المهم التمليك خذ من النياب اللي في كيغاونز نغدا ويض سمحي هل يجوز التلفيق؟ لا يجوز التلفيق يعني تلفيق معنى أتشتل خمسة جليلا وتسلسل خمسة جليلا بقول كانت دقة خاطر ربي ناد شيثن او سلسيثن اكيد هنا ربي نغ عتق رقبه تحر رقبه مول زمير ضاران ثلاثة ياكي اكيد هنا ربي اما تشتر 10 الليل نغ تسلسل 10 الليل نغ تعتق رقبه تحرير يون عبد في دغض وتزنزض تفكر الحريه ينس يوضم ربي ما إلا الزمير ضرا يوثيثي كذاكي خاطر يوسد أو يعني التخيير اسم واجب مخير ذا قص وهذا تزوم ثلاث أيام نكون غورنا ديري ثلاث أيام ديريكت را كرسي نروح ديري ثلاث صيام خاطر مفهوم ثلاثة ني في مزورة على التخيير موسنت الزميضات وهذا أتوزم ثلاث أيام وذا ثلاث أيام إما متتابعة نغ متفرقة ويستحب التتابع يستحب التتابع فرقي ثلاث ثلاث أيام توزم تنين الخميس تنين طايل نغ سدوكلي ثلاث تنين ثلاثة الأربعة نغ السبت الجمعة الجمعة السبت الحد ولكن أفضل التتابع على حسب الحالين نمسفهم طيب التلفيق نغدا يجوز ورزمي ضرا خمسة يقليل أثنت الشض خمسة أثنت السلسل خاطئ إلى قشتشي ثني عشرة نغسلسي ثني عشرة تاقي ثوران سقردش مسألة الأمر سلتس مليح دقة الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه اكفى ووال معناتها ما الا ربي سبحانه اناد استخطر غير ثلاثه ياك ثقي عند دوسال اياكي سوره المائده الايه 89 تماما صافي ربنا ياك ثلاثه غير السعر وين سانتا كفرت اليمينه اما ذي الشعشره الليلا نغادي السلسة عشرة قليلا نغل عتق يسعى للشوا وقيقاس واجب مخير أمشي سيدي فرا تجدين سبكي سلت مليحة إناد الأمر بواحد من أشياء يعني ندل للشوا الاختيار يوجب واحدا لا بعينه لا بعينه مع أن تأخذ مثين تفغيض لم يتعين واحد منها لورودها على وجه التخيير دقيقة جدا خطر ثقة نحو جميم ذي المجالات النظام ولكن في كذا المثال خطر بسيط وواضح يسهل الأمر بواحد من أشياء يوجب معنى لتبرئة للذمة يوجب واحدا لا بعينه فين تختار ممكن ثلاثة من الدن سانتا كفار يوني الشتا عشرة ويضي السلسة عشرة وضيعة رقبة ذممهم بريئة لكن ملان ولاش واسيني ويض كخيري ولاش نمسهم لماذا نمسفهم أخطر الأمر لم يرد بعينه ورد على سبيل الخيار بالاختيار لا أو تفيد التخيير هذا ما قلناه خلافا للواجب المعين خلافا
للواجب المعين. ما استمعتم إليه هو مذهب أهل السنة. ثم حروية وقد قيل المعتزلة. وقيل الكل معناه أن الأمر لم يتجه إلى واحد من ثلاثة، الأمر اتجه إلى الكل، معنى يوجب الكل. هذا رأي عند المعتزلة، رأي الأول في المعتزلة عند المعتزلة، الأمر متجه إلى الكل، ولكن واش قالوا؟ ويسقط بواحدين، يسقط الكل بواحد، معنى الأمر للجميع مدخل مضيوا يسقط، معنى تبرؤ الذمة، تبرؤ الذمة بأداء الواحد. وقال الرأي الأول عند المعتزلة. الرأي الثاني عند المعتزلة، وقيل الواجب معين. طبعا هذا الكلام غير مفهوم، غير مفهوم. شو المعنى يس؟ معناه الواجب معين عند الله، معناه ربي سبحانه ألا نسيك زران الترتيب التعيين. ممكن أنت المكلف قد تصادف المعين عند الله. يا أخي أنا غير معتز باش ننظر بطريقة نسن سعنا لوجيسيال سبيسيال، معليش خطر، وإلا كلام يقول كذا كلام غير منطقي. هو منطقي ولكن معلقة نفهم قبل الفلسفة نسن لا ميثودولوجي نسن باش نفهم الكلام نسن هكذا. معنى في غدينيغ إن شاء الله، إن شاء الله ستموسني أنفر كلش ستموسني، خطر مون السينة راح جنز ما تنظلم. السلام عليكم ذايا كان أنسي القوة أن أطلحها ثموسني، أطلحها سيد النظم ذايا ثموسني ذلفني تفاف ذي الخير إلى آخر. وقال كان للإنصاف إذك ذكر ذكر أراء المعتزلة وقال رأي الأول. لا وقيل، وبارك الله فيك الشيخ، مع الملاحظة في محلها سيأتي البيان في الدرس القادم إن شاء الله وقدر، ونترجم لبعض المذاهب الفكرية الإسلامية الأخرى سنترجم لها تباعا. وقيل الكل، إذن الكل، وقيل الكل بمعناه الأمر متجه إلى الكل ولكن يسقط بواحد. وقيل الواجب معين، قوله معين معنى معين عند الله، فإذا صادفه المكلف فقد برئت ذمته، وإذا لم يصادفه فقد برئت ذمته، لأنه لا يمكن أن يعلم من قبل المكلف، هذا في علم الله. فإن فعل غيره سقط، ها فإن فعل غيره يعني فعل غير المعين سقط، معنى برئت ذمته. وقيل يبدو رأي أخر المعتزلة شو دينا، وقيل هو ما يختاره المكلف. هناك رأي عند المعتزلة اللي يخدموا العقل بزاف ولكن مع بعض التجاوزات، خطر كل حاجة ساثيلس ثيلست ثالست كل حاجة ساعة إلا وندا شظن، إلا وندا شظن، إلا وندا خطي، هذا من باب الإنصاف، ربي لا تبخس الناس أشياءهم. وقيل ما يختاره المكلف، ما معنى هذا؟ معناه ولكن اختاره هو، زوين اختار الشيني يا أخي، كان الاختيار إما تشتض عشريك الليل نغا تسلصض عشريك الليل نغا عيتق رقبة، وين تختاره هذاك هو المعين، هذاك هو. ما دام أعطيت لك حرية الاختيار سياد للشواء، وين تختاره وين سمحي يا تعقب ضري وين تختاره، لو كان مثلا يليك استنض اختير اكا اشم دغ كان راك اش تبغيض تختار تفكر 4 5 3 و سين تختار يوث، ماشي مي تختار سين ضوات غلايث اختار ثنين يفقد هو يفقد ما يلفظ من قول الى لديه رقيب عتيد. سورة قاف الآية 18، آية 18. وقيل هو ما يختاره المكلف.
فإن فعل الكل، فمسألة مهمة جدا الآن، هي واحد يديرهم فيها كامل. فإن فعل الكل معناه أذي عشريه الليلا وذي السلس عشريه الليلا ويعتق رقابة، ممكن أو ماشي ممكن؟ ممكن ولا لا؟ لا ممكن. اسمه قول كان يوث مهي الزمرة فهذا ما تخدمي ثلاثة. لا ما يفغان سلف غيس، ما سلف غيس. يلا كيفش مثلا ساعتك فارتيسين اختار يوث هذا الشتاء شريك الليلا الشين خمطني ثلاثة هذا سلف غيشة ربك كالفارة باش يقرأ اختار يوث على التخيير. هذا اسمه واجب مخير صح؟ ما تخبط انت ثلاثة. فإن فعل الكل ليش فقيل الواجب أعلاها؟ ما معنى هذا الكلام؟ فقيل الواجب أعلاها طبعا كلام غير مفهوم، كلام غير شغل شينوا. لا لا معناه دارهم في ثلاثة معنتها ميزان الثواب، ربي يفك الثواب على حسب ربي زرى الوجهة أكثر. يسكت الإطعام نظر كسوان ربي يخف لنا غير في الاختيار، مي ربي سبحانه يزرى خطر الثواب له مراتب. أنا عنيه الثواب مراتب يا أخي، الجنة يا أخي عندها درجات، والعياذ بالله جهنم عندها دركات. للجنة درجات وللنار دركات. إذن الأعمال كما أكن لذقية كن الشمدة كل جامعة لكو كن الدنيا وديك شمس صدر يفوس بلك ماشية كن الشمس صدر يفوس بلك يزرع يعلم الشمس صدر يفوس ويضيك الشمد وخلاص ورزر لك هو يضيك الشمس صدر ظلم عادي، ولكن مخلف ولكن يحتسب الثواب عند ربي سبحانه بالتزام هذه السنة يساعده عليك ذلك. وطبعا يوم القيامة شو إلى الميزان الحسنات والسيئات لا يعني. إما الميزان يكون ثقيل بالحسنات إما ذا النظام. فإن فعل الكل هذه مسألة على بك أحيانا الأصوليون هم اللي يدفعوا الفقهاء باش يبحثوا، أحيانا الفقهاء هم اللي يبحثوا الأصوليين يدفعوهم. وشيء عجيب جدا جدا يرسم واحد العلاقة التكاملية في غاية العجب، ولكنها علاقة مهمة هذه المساعدة. لا ندرسها في الفقه بس إذن شرح الفقه أي إمام أي واحد يشرح أكيني الآيات 89 من سورة المائدة وين يقول يحنث أمشي هكذا لا صح، ولكن دقي في جمع الجوامع ذكرها. فإن فعل الكل لقد يضرب ميزان الثواب فقيل الواجب أعلاها معناه أعلاها ثوابا ذي ميزان ثواب أكي يفكى ربي خم ثلاثة أشياء أكي يفكى ربي الثواب نغلى جر أنتم قرآن أيغر لأنك اجتهدت اجتهدت فقيل الواجب أعلاها. وإن تركها أي تركها كلها خطر أنا في يونا من الأخ مثلا ثنتي خمي ثلاثة إلا وضعن تجي ثلاثة سبحان الله إيش حال يقول الحنثن ما هو الحل؟ تفضل اللي عنده فكرة الجواب عن هذه النقطة. إن تركها لا نسقي الغشي حنثن وروح نرك الآية 89 من سورة المائدة وسقسينا من بفلاس نورمال نعم ولكن سبحان الله فقيل يعاقب على أدناها. شوف من رحمة الله معنى العقاب ينس أذي تعاقب في ثين يسعان دنوفا مشطوح معنى ذي وكان دنوفا مشطوح وهذه من رحمة الله. ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة مرة أخرى هذه مسألة في غاية العمق أيضا ولكن هي مخالفة تماما للمسألة الأولى وهي كالمخير وبعدين وقيل لم ترد به اللغة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.